ستكون إقامة العزاء في هذا العام في هذا الموسم يختلف من حيث الطريقة ومن حيث الإجراءات باعتبار الظروف التي تفرض علينا أن نراعيها، وهي ظروف ترتبط بواقع صحة وسلامة الناس، قضية صحية، قضية ترتبط بحفظ الأنفس، وليست قضية اقتصادية ولا قضية أخرى. لا بد أن نفهم أيها المؤمنون أن لا نتعامل معها بمنطلق بعيد عن الواقع الذي يمسنا حقيقة ويرتبط بنا. لهذا أيها الأحبة بإيجاز سأقول أمور مهمة. أولاً، بما أنه هناك شروط قد قدمت في فتح هذه الحسينيات، وهي كلها تدور حول تطبيق قوانين الاحترازية والإجراءات الاحترازية والوقائية لحفظ الناس من هذا الوباء. لهذا أولاً لا بد فعلاً من تطبيق هذه الإجراءات، لأن ترك الإجراءات التي تكون سبباً، اسمعوا، ترك الأخذ بالإجراءات التي تكون سبباً على نحو العلم أو على نحو الظن أو على نحو الاحتمال المخيف أنه يوجب الوقوع الإنسان في الضرر، هذا محرم شرعاً، هذا محرم شرعاً. الفقهاء كلهم يقولون أن القيام بعمل ما يعلم أو يظن أو يحتمل ويوجب الخوف بأنه يصيبه هذا الضرر، يجب شرعاً أن يجنب نفسه من الوقوع في هذا الضرر، وكذلك لا يجوز له أن يضره غير. إذن لابد أن نلتفت أن القضية قضية شنو؟ شرعية، ونحن ناس متشرعون مؤمنون، وحضورنا في هذه المجالس هو بهذا الداعي. إذن لا نرتكب الحرام ونرتكب المحظور بحجة أني أريد أن أقوم بهذا، لا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن قيود الاحترازية لا يمكن أنها تعطي أثرها إلا برعايتها بأكملها، وإلا رعاية بعض وترك بعض لا يكفي. لا بد من أخذ هذه الاحترازات، سواء من التعقيم، من لبس الكمام، من عدم التصافح، من التباعد، وأيضاً عدم حضور المصاب. الإنسان الذي يعرف أنه مصاب شرعاً لا يجوز له أن يحضر، لأنه سينقل العدوى وهذا حرام، أو أن يكون مشتبه فيه، أو هو مخالق لمصاب ومشتبه، لا يحضر هذه المجالس لأن فيها إضرار. وأيضاً من يعاني من الأمراض المزمنة أو غيره أيضاً عليه عدم الحضور. إذن هذه الإجراءات لا بد من الالتفات إليها. الأمر الآخر، بما أن من الشروط أن يكون العدد أن لا يتجاوز 50 شخص، وبطبيعة الحال يعني أنها لن تفي بماذا؟ بأن تستقطب جميع المؤمنين. لا بد أن نتعاون في هذا المضمار. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. حب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك. أنت عليك أن تكتفي ولو بمجلس واحد بحضورك، ليس من اللازم أن تحضر كل المجالس. دع الفرصة لغيرك، دع الفرصة لغيرك، فأنت أحضر مجلس وغيرك يحضر مجلس وهكذا. إذا لا بد أن يكون عندنا تعاون وإيثار في هذا العمل، وخصوصاً إذا نويت القربة هكذا، قل قربة إلى الله لن أذهب لأتيح الفرصة لأخي المؤمن، فإنك ستحصل على الأجر لا إشكال ولا ريب. الأمر الثالث، يحبذ المجالس المتقاربة في حي واحد أن توحد وقت القراءة، خلي سلو الوقت واحد حتى ليس التكدس في بعض الحسينيات، بدل من أن يقرأ كل واحد في وقت، ربما هذا يؤدي إلى نوع من التزاحم، لكن لما يكونون في وقت واحد يخفف الأمر. الأمر الآخر، أنه عليك أن تقتصر على حسينية الحي الذي أنت فيه، لا داعي أن تذهب إلى الأحياء الأخرى حتى لا تزاحم الآخرين في هذا الأمر. من الأمور المهمة علينا أن نفعل الإحياء المنزلي،
يعني لا بد أن نقوم فعلا بوضع برامج منزلية كيف تحيي مراسيم عاشوراء في بيتك مع زوجتك مع عيالك مع أبنائك. هذا من المهم جدا، فإنه أولا يخفف الحالة، ثاني يوفر الفرصة أيضا خصوصا لعائلتك لمتابعة. والحمد لله الآن القنوات والمنصات الكثيرة في هذا الأمر، كما أنه أتمنى فعلا أيضا من إخواني الخطباء جزاهم الله خير أن يراعوا أيضا الظرف وأن لا يطيلوا الخطابة بوقت طويل جدا لئلا يسبب في ذلك فعلا ظهور بعض إذا هذا ما ينبغي لنا أن نراعيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يدفع عنا وعنكم السوء والبلاء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طه.